طلي وبسحرك اللي خلي الناس تصلي. أول صورة رسمية للأميرة رجوى آل سيف الحسين خلال حملها الذي كان سبق وتم الإعلان عنه بشكل رسمي في 10 أبريل. الصور التي نشرها الديوان الملكي الهاشمي تزامنت مع ذكرى زواج الثنائي الملكي ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وزوجته الأميرة رجوى الحسين، والتي يصادف اليوم 1 يونيو. ومع اقتراب قدوم مولوده الأول، أشار الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مقابلة مع قناة العربية قبل أيام إلى أنه وزوجته متحمسان لقرب قدوم المولود، مؤكداً أن كل شيء سيتغير مع الأولاد. وعن توقعاته لشعور الأبوة قال: لا أعلم ماذا علي أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون، والأهل متحمسون، والوالدة بدأت بشراء الأغراض منذ أسابيع، إن شاء الله أنها مرحلة جميلة. وتابع أن حياته تغيرت إلى الأفضل، واصفاً عثوره على شريكة حياته بأنه نعمة كبيرة. نعمة كبيرة أني لقيت شريكة حياتي، وبصراحة ساعدني أني أكون أروق شوي. رجوى رايقة وهنية وخفيفة الدم، وهي عندها صحبات هون من زمان، ف يعني متعودة على البلد وهذا سهل عليها كثير. وعادة يعني بنقعد بالبيت ما بنقدر نطلع كثير زي ما بتعرف، بس الحمد لله مبسوطين وهلا متحمسين للمرحلة الجاي. أكيد كل شيء راح يتغير مع أولاد. حاسس بشعور الأبوة القادم؟ مش عارف شو أتوقع، بس الحمد لله متحمسين وأهلي متحمسين. الوالدة بلشت تشتري أغراض من أسابيع.